الله وبركاته. دائما ننصح الفتيات الله يعطيهم العافية لا يحطون حلق بعد يعني حلق في أي مكان ثاني، خلاص الحلق اللي أنتوا أو الخرم اللي فتحتوه أثناء الولادة اكتفوا فيه، لأن المضاعفات سيئة جدا. واحدة من مراجعاتي استأذنت منها ومن أهلها من باب فقط النصح والعبرة، ننبه الناس، لأن لو أنت فتحتي حلق أو خرم قد يؤدي إلى مضاعفات كبيرة، بالإنجليزي اسمها كولويد، ما أعرف اسمها بالعربي. علاج هذه المشكلة صعبة شوي، بس تفاءل خير إن شاء الله. طيب، هذه جات بعد خرم للأذن وكبرت كبرت كبرت إلين صارت كأنها حبة حمص. مثل هذه الحالة اسمها كولويد بالإنجليزي، محتاجة لحقن كورتيزون. الهدف من الكورتيزون أنه يمنع أن الحجم يكبر. 3 جلسات بعدين نستأصلها. الكورتيزون مفيد في هذه الحالة، لأن لو استأصلناها على طول بينبت مرة ثانية بشكل أكبر وأكبر وأكبر، يصير مثل حجم الأذن لا سمح الله.